نعلن اليوم وكل يوم نعيش الحياة الأبدية. نعلن اليوم وكل يوم نعيش الضوء الأبدي. تقول هذا؟ أعلن اليوم وكل يوم الحياة، أعيش الحياة الأبدية، أعيش الضوء الأبدي، أعيش السلام الأبدي. تقول أنا النجاح الأبدي، وأنا الهدوء الأبدي، وأنا الفرح الأبدي، وأنا السعادة الأبدية. أعيش ظروف عظيمة، أعيش فكر عظيم، أعيش روح عظيمة، أعيش ذكاء عظيم. الكون يباركني، الكون يحميني، الكون يملاني بالظروف العظيمة، الكون يملاني بالظروف العظيمة. أعيش الحرية الكونية الأبدية، أعيش السلام الكوني الأبدي، أعيش القوة الكونية الأبدية. حياتي حياة أبدية، روحي روح أبدية، أفكاري أفكار الأبدية. أمتلئ بالفرص العظيمة، أنا طاقة ضوئية عظيمة، أنا ضوء عظيم. أعيش بفكر الضوء، أعيش بطاقة الضوء، أعيش بحياة الضوء. أنا طاقة ضوئية عظيمة، أنا طاقة ضوئية عظيمة. أشعر أخي وأختي، تشعرون الآن بالضوء؟ فقط هيك يقول، أشعر بالضوء، أعيش الضوء، أشعر بالضوء، أعيش الضوء. وأنت حرية أبدية، في الضوء ليس هناك حدود أبداً. الموجود في الضوء حرية، أمان، سلام، اطمئنان. في الضوء هناك قصص عظيمة في حياتك، فرص عظيمة في حياتك، أهداف عظيمة في حياتك. في الضوء أنت باني مع الكون، بل في الضوء أنت الخالق، في الضوء أنت المكون وأنت التكوين. في الضوء تنتهي كل المحددات، تنتهي كل القيود، تنتهي كل الذكريات السلبية، تنتهي كل المخاوف، كلها تنتهي. أنت ترجع لحقيقتك، حقيقتك أنت ضوء عظيم، حقيقتك أنت ضوء عظيم. تقول هذا، حقيقتي أنا ضوء عظيم. قل مرة أخرى، حقيقتي أنا ضوء عظيم. أنفاسي ضوء، فكري ضوء، روحي ضوء، ظروفي ضوء، كل شيء حولي ضوء. أنا طاقة ضوئية عظيمة، أنا طاقة ضوئية عظيمة. اهدأ أكثر، هناك اطمئنان في أعماقك، وهناك سلام في أعماقك، وهناك جمال في أعماقك، وهناك هدوء في أعماقك، وهناك عبقرية في أعماقك، وهناك بناءات عظيمة في أعماقك.
في الضوء تزال كل المحددات، انتهت من حياتك تماما كل الذكريات السلبية، انتهت من حياتك تماما كل القيود، كل العواطف السلبية، كل المشاعر السلبية ليس لها أي وجود. أنت كائن ضوئي عظيم، أنت قوة ضوئية عظيمة، أنت فرح الكون، أنت فرح الكون، أنت سلام الكون. تقول أنا فرح الكون، أنا سلام الكون، أنت طاقة السلام، أنت طاقة فرح، أنت طاقة إبداع، أنت قوة أبدية، أنت مكون للظروف، أنت مكون للخير العظيم، أنت مكون للحوادث العظيمة. قول أنا مكون للظروف العظيمة، أنا مكون للحوادث العظيمة. تقول أفكاري أفكار تكون ظروف عظيمة، أفكاري تبني أكوان عظيمة، أفكاري تبني حوادث عظيمة، أفكاري تبني حوادث عظيمة. فكري فكر الكون، حياتي حياة كونية، روحي من روح الكون. تنفس من أعماقك، تأخذ نفس وتقول كل نفس أتنفسه أزداد ضوءا، كل نفس أتنفسه أزداد ضوءا، واشعر أنت تزداد ضوء، بمعنى تزداد قوة، تزداد ذكاء، تزداد إبداع، وتزداد سهولة، وتزداد بساطة، وتزداد فرح. تنتهي المادة وتنتهي القيود من حياتك تماما، لأنك ضوء، تنتقل بين الأكوان بسهولة، تسافر إلى أي مكان في أعماق الأكوان بسهولة، تغير شكلك بسهولة، لأنك ضوء، بمعنى طاقة عظيمة من النشاط والحب والفرح والذكاء والحكمة، بمعنى طاقة عظيمة من الحب والنشاط والفرح والحكمة. تقول أنا طاقة عظيمة من النشاط والحب والفرح والحكمة. أنا طاقة عظيمة من النشاط والحب والفرح والحكمة. أنا قوة كونية. أنت قوة كونية. أنت ذكاء كوني. أنت هدوء الكون. فيك في أعماقك هدوء الكون. في أعماقك قصص عظيمة. في أعماقك بناءات عظيمة. في أعماقك خير عظيم. ارجع إلى أعماقك، ارجع إلى الضوء. أعماقك أكوان أبدية، أعماقك أكوان ضوئية. تقول أعماقي أكوان ضوئية، قول أعماقي أكوان أبدية. تقول الآن أنا الأبدية ذاتها، أنا الأكوان كلها، أنا الحب الأبدي،
أنا الضوء الأبدي، اشعر أكثر، أنت الضوء الأبدي، فكرك، روحك، جسمك، حياتك، ظروفك، أنفاسك، ضوء. أنت تبني الآن حقيقتك، حقيقتك الضوء. أنت تبني الآن فكرك الحقيقي، فكرك الحقيقي ضوء. أنت تبني الآن وعيك الحقيقي، وعيك الحقيقي ضوء. أنت تبني الآن الطاقة العظيمة، أنت تبني الآن الظروف العظيمة. كل شيء يتغير في حياتك، في فكرك، في ظروفك، لأنك أنت ترجع إلى الضوء. في الضوء تنتهي كل القيود، في الضوء تنتهي كل القيود. انتهت من حياتك كل الانفعالات السلبية، لأنك ضوء أبدي. انتهى الماضي، انتهى المستقبل، انتهى الحاضر، أنت قوة ضوئية أبدية. تقول الآن أنا الضوء الأبدي، وتركز في أعماقك، تركز في أعماقك، أنت ضوء، جسمك ضوء، أنفاسك ضوء، روحك ضوء. تقول أنا الضوء الأبدي، اشعر أكثر وأكثر، أنت عوالم من الضوء، أنت أكوان ضوئية، أنت ترددات من الضوء الجميل، أنت طاقات من الضوء الجميل، أنت طاقات من البهجة والفرح والسلام والأمان. قول أنا طاقات من البهجة والفرح والأمان والسلام. أنت فضاءات من الفرص العظيمة، أنت فضاءات من الضوء العظيم، أنت فضاءات من الأكوان العظيمة، أنت فضاءات من الحب العظيم، أنت فضاءات من الجمال العظيم، أنت القوة العظيمة، أنت الروح العظيمة، أنت السلام العظيم، أنت الأمان العظيم، أنت الإبداع العظيم، أنت الذكاء العظيم، أنت المكون وأنت التكوين، أنت كل الأشياء، لأنك الضوء، أنت الوجود، أنت المنظور وأنت الغير منظور، أنت المنظور وأنت الغير منظور. حياتك ضوء، فكرك ضوء، روحك ضوء، مشاعرك ضوء، عواطفك ضوء. أنت تسافر إلى أعماق الأكوان بسهولة. قول أنا أسافر إلى أعماق الأكوان بسهولة، ليس هناك محددات في حياتي، الزمن انتهى من حياتي. قول هذا، الزمن انتهى من حياتي، الحواجز انتهت من حياتي. شاهد نفسك أنت بوعي جديد، وعي الضوء، ما في حواجز، يعني ما فيه مادة توقفك، ما فيه ماضي يذكرك بأي فكرة سلبية. انتهى الماضي، انتهى الزمن، انتهى المستقبل، أنت في فضاءات من الضوء، أنت الضوء العظيم. قل أنا في فضاءات من الضوء العظيم، أنا الضوء العظيم، أنا الضوء العظيم،
أنا الضوء العظيم. أنت الآن نقطة ضوئية في فضاءات من الضوء، شاهد نفسك، أنت تسبح كنقطة ضوئية جميلة في فضاءات من الضوء، نقطة ضوئية في فضاءات من الضوء، هناك أنت، أمواج ترددات طاقات ضوئية كثيفة وأنت فيها ممتزج فيها، هذا أنت جزء من الرب، الرب طاقة ضوئية أبدية وأنت جزء من حياة الرب، قول أنا جزء من حياة الرب، أنت هناك الآن، اشعر بما يفكر الرب واشعر بما يشعر به الرب، أنت هناك الآن في حضور الرب، أنت في عقل الرب، هذه هي حقيقتك، هناك أنت، وشاهد، شاهد الضوء العظيم، شاهد محيطات من الضوء حولك، أنت تسبح نقطة ضوئية في هذه المحيطات، في هذه الفضاءات الضوئية، وأنت تشعر وتحس وتعرف وتسمع، هناك في الأعماق موسيقى جميلة، وفي الأعماق الضوئية العظيمة جمال الجمال، وهناك في فضاءات الضوء العظيم محبة أبدية، أنت فيها هناك الآن، أنت هناك تعيش حكمة أبدية، قول أنا هناك أعيش حكمة أبدية، أنا هناك أعيش حكمة أبدية، أنا هناك أعيش خير أبدي، أنت هناك، أنت الرب، أنت جزء من الرب، جزء من عقل الرب، أنت الآن بفكر الرب، أنت أبدي بفكر الرب، أنت تجاوزت كل الأكوان المادية، تجاوزت الزمن، تجاوزت المسافة، تجاوزت الخلق، تجاوزت التكوين، نعم تجاوزت كل الحدود المادية والحواجز المادية والأكوان المادية، أنت الآن تعيش في عقل الرب، في طاقة الرب، في العقل الكوني العظيم، هناك أنت، أنت في العقل الكوني العظيم، اشعر بهذا، اشعر به، فضاءات من الضوء العظيم أنت ممتزج فيها، وأنت نقطة ضوئية جميلة جميلة جميلة، وهناك الحكمة الأبدية أنت تعيشها، وهناك الخير الأبدي أنت تعيشه، فضاءات من الضوء، فضاءات من الحكمة العظيمة، أنت المكون، أنت المكون، أنت المكون، اسبح في هذه الفضاءات، نعم اسبح في هذه الفضاءات، فضاءات من الأبدية، محيطات من الضوء العظيم، هذا الضوء هو الرب ذاته، الباني الخالق، أنت معاه تشاركه حياته وتشاركه أفكاره وتشاركه مشاعره وأحاسيسه، أنت هناك، أنت في عقل الرب، أنت في حياة الرب، أنت طاقة ضوئية عظيمة تعيش مع الرب حياة عظيمة وتبني مع الرب حياة عظيمة، حرية أبدية وسلام أبدي وفرح أبدي، أنت هناك، وتمتزج مع طاقات ضوئية
وتزداد فرح، تزداد حب، تزداد سلام، تزداد إبداع، تمتزج، تسبح وتمتزج بهذه الطاقات الضوئية العظيمة. أنت في فكر الرب الآن، أنت تعيش مع الرب الآن، أنت تعيش في حياة الرب الآن وفي ترددات الرب الآن، أنت في الأبدية. انتهى الزمن، انتهت المادة، تجاوزت كل الحدود المادية، أنت في الأبدية، أنت في الضوء الأبدي، حب أبدي، سعادة أبدية، خير أبدي، سلام أبدي، جمال أبدي. الآن انتقل بسرعة، تضع نوايا، تسبح بسرعة، نعم تنتقل، انتقل بسرعة، انتقل بسرعة، انتقل بسرعة، انتقل بسرعة، بسرعة 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 بسرعة، وتخرج من فضاءات الأبدية. اخرج الآن من فضاءات الأبدية وشاهد نفسك نقطة ضوئية الآن، أنت في أعماق الكون وأمامك الأكوان المادية كلها، شاهدها، أنت الآن في أعماق أعماق الأكوان، أمامك كل الأكوان المادية، تراها، تنظر إليها، هذا هو التكوين، أنت هناك، أنت هناك تنظر إلى التكوين، تراه، الأكوان المادية كلها تراها، النجوم، المجرات، الفضاءات المادية، الكواكب كلها نقاط صغيرة، وأنت هناك تراها. أنت الرب ذاته، أنت النقطة الضوئية العظيمة، أنت الحكمة العظيمة، هناك أنت في أعماق أعماق الأكوان، ترى، ترى المادة، وترى الزمن والمسافة، وترى القصص المادية كلها تحدث أمام عينك الربانية، كل القصص المادية كلها تحدث بسرعة، الأكوان تبنى، المدن تبنى، الكائنات تبنى، ترى الحوادث في أقل من ثانية، تراها، ترى القصة، ترى القصة التي تكتب في عقل الكون، تراها، تشاهدها الآن، الآن تضع نوايا أنك تسافر باتجاه هذه الأكوان المادية، تضع نوايا وسافر بسرعة وادخل في الأكوان المادية، ادخل الآن في الأكوان المادية، أنت نقطة ضوئية الآن، تدخل في الأكوان المادية الآن، أنت بين الكواكب وبين المجرات، تسبح، تسافر بسهولة، نعم أنت طاقة ضوئية عظيمة، تسبح، تسافر بسهولة، أنت بين المجرات، بين الكواكب، تنتقل بسرعة، بقوة، انتقالك بسرعة، بقوة، تحمل معاك فيك عقل الرب، تحمل معاك فيك الضوء العظيم، تحمل معاك فيك الأبدية، تحمل معاك فيك الحكمة العظيمة، الحكمة الإلهية. توقف في نقطة وشاهد، توقف في نقطة وشاهد الأكوان، شاهد الكواكب، شاهد المجرات، شاهدها، شاهدها، شاهد النجوم،
أنت بين المادة الآن، تنظر، ترى، وشاهد الكائنات. نعم، شاهد كائنات تسافر أيضا، شاهد كواكب، شاهد حضارات. أنت هناك قوة. هذه حقيقتك، أنت ضوء، أنت عقل الرب، أنت الرب، أنت المكون، وأنت التكوين. هناك تعيش حرية، هناك تعيش بوعي الضوء، هناك تعيش قوة، قوتك قوة أبدية. أنت هناك تشاهد كل شيء في العالم المادي. اقترب الآن من مجرة معينة، تضع نوايا الاقتراب من مجرة، ترى مجرة معينة، اقترب باتجاهها. وسافر حولها، نقطة ضوئية، أنت تسافر حولها، تراها بنجومها، بكواكبها، أنت تسافر بسرعة حولها وتملأها بالضوء. نعم، املأها بالضوء، أنت تسافر حولها وتملأها بالضوء. الآن تدور، أنت تدور 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 حول مجرة، والدوران بتاعك سريع. أنت ممتلئ بالقوة، أنت ممتلئ بالحكمة، أنت ممتلئ بالسعادة، أنت ممتلئ بالنشاط. ما فيه زمن، ما فيه قيود، ما فيه عوائق. أنت الحرية الأبدية، أنت كائن ضوئي، فيك عقل الرب، فيك حكمة الرب. استمر بالدوران حول هذه المجرة، استمر استمر. الآن تضع نوايا أنك تدخل في هذه المجرة، ادخل في هذه المجرة، وتبدأ الآن ترى كواكب المجرة حولك. لاحظها، لاحظها. كواكب جميلة، نجوم جميلة، وأنت بينها تسافر. شاهد، شاهد بعيونك الربانية، بروحك الربانية، شاهد بضوءك العظيم هذه الكواكب، وأنت تمر من خلالها بسرعة. هكذا، هكذا حياتك تكون، هكذا أفكارك تكون، حياتك أفكارك ضوء، حياتك أفكارك الرب، حياتك أفكارك القوة العظيمة، حياتك أفكارك الإبداع العظيم، حياتك أفكارك الإبداع العظيم. تسافر من خلال هذه الكواكب، من خلال هذه المجرة، أنت بين كواكبها، نجومها، تحلق، تسافر بسرعة شديدة. انتهى الزمن تماما، انتهى الزمن تماما. اخرج منها الآن، اخرج منها، ابتعد 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 بسرعة، واخرج من كل الأكوان المادية. والآن أنت تشاهد الأكوان المادية أمامك، التكوين كله أمامك، التكوين كله تشاهده بعينك، بروحك الربانية. شاهده، شاهد الجمال في البناء، تكوين الرب، القصص كلها والحوادث كلها في هذا التكوين الجميل العظيم.
باركه الآن من أعماقك، تقول ليتبارك هذا التكوين العظيم. هكذا بارك هذه المجرات والأكوان كلها المادية، قول ليتبارك هذا التكوين العظيم، ليتبارك هذا التكوين العظيم، ليتبارك هذا التكوين العظيم. وتقول الآن باسم الرب العظيم، أضيف أخلق أكوان أخرى إلى هذا التكوين العظيم. تضع في أعماقك خطط ونوايا البناء الخلق، وتقول باسم الرب العظيم، باسم القوة العظيمة التي أعيشها، أكون وأسس أكوان، وأنطق الآن لتكن أكوان. قول الآن لتكن أكوان جديدة تمتلئ هذه الأكوان بالجمال وبالفرح. لتكن هناك أكوان، قولها لتكن هناك أكوان، وتجد أكوان تتكون إضافية. كرر باسم الرب العظيم وباسم القوة العظيمة وباسم العقل الكوني العظيم، وأسس أكوان، أبني أكوان، أخلق أكوان، وتقول لتكن هناك أكوان عظيمة، وتجد تتكون الأكوان، تراها، وهذه الأكوان تبدأ حياتها الجديدة. هذه الأكوان تبدأ حياتها الجديدة، تراها أنت الآن تضاف إلى الأكوان الأخرى، ويبدأ التفاعل في العوالم المادية، وتبدأ الأحداث في العوالم المادية. هذا هو أنت، أنت المكون، أنت التكوين، أنت المكون، أنت التكوين، أنت المكون، أنت التكوين، أنت الضوء العظيم، أنت الضوء العظيم، أنت الضوء العظيم. تضع نوايا أنك ترجع إلى فضاءات الضوء، إلى الأبدية، تعود إلى محيطات الضوء، تعود إلى حياة الرب، ترجع مرة أخرى، تضع نوايا الرجوع وترجع إلى الأبدية، فضاءات من الضوء، ترجع إلى حياة الرب، عقل الرب، وتعيش هناك. تضع نوايا الرجوع وارجع الآن بسرعة، تجد نفسك أنت الآن في فضاءات من الضوء، نقطة ضوئية تسبح هناك، أنت في حياة الرب، أنت مع الرب، وتشعر هناك أنت الآن بحياة الرب، وتشعر الرب كيف يفكر، كيف يعيش. تتعرف الآن على حياة الرب، الرب يعيش خير أبدي، وأنت تعيشه أيضا، أنت معه، والرب يعيش حكمة أبدية، أنت تعيشها أيضا، والرب يعيش عبقرية أبدية، أنت تعيشها أيضا، وهناك موسيقى جميلة، هدوء، أبدية جميلة، حب، سلام، إبداع، ذكاء. أنت في فضاءات من الضوء، أنت في فضاءات من الضوء، أنت في عقل الخالق الآن، أنت في روح الخالق الآن، أنت في حياة الخالق الآن. أنت في الأبدية، في الأبدية كل القصص تكتب، وكل الأحداث تكتب، وكل الأكوان تبنى، وأنت تعرف هذا الآن. أنت فيك أسرار الكون، أنت تمتلئ بأسرار التكوين، حياتك تمتلئ بأسرار التكوين، حياتك تمتلئ بالحكمة العظيمة، حياتك تمتلئ بالفهم العظيم، حياتك تمتلئ بالجمال العظيم. أنت تتشارك مع الرب في البناء وفي الحياة وفي السعادة وفي الفرح. أنت قوة ضوئية، أنت قوة ضوئية، هناك أنت
في فضاءات الأبدية، أنت مع الرب، تشارك الرب في البناء، تفهم الرب، تعرف الرب، معاه في الترددات العظيمة، في الضوء العظيم، في الفكر العظيم، في الروح العظيمة، في الخير العظيم. أنت هناك، أنت ضوء أبدي، أنت ضوء أبدي، أنت ضوء أبدي. شاهد وأشعر وأفهم أكثر أنك في حياة الرب الآن. شاهد حولك محيطات من الضوء، محيطات من السلام، محيطات من الهدوء، محيطات من الموسيقى العظيمة الجميلة، محيطات من أفكار البناء والخطط. هناك تشاهدها، هكذا الرب يبني حياته، هكذا الرب يعيش. تبدأ تفهم وتفهم أكثر أنك مع الرب الآن، تبدأ تشعر وتشعر أكثر أنك مع الرب الآن. هذا هو أنت، أنت الضوء العظيم، أنت الضوء العظيم، أنت الضوء العظيم، أنت الضوء الأبدي. تعيش في ترددات الأبدية، تعيش في عقل الرب، تعيش في حياة الرب. أنت الضوء الأبدي، تمتلئ بالأسرار الكونية، تمتلئ بالفرص العظيمة، تفهم الكون، تفهم الأكوان، تعرف الأكوان، تعرف القصص الكونية، تعرف الحوادث الكونية. أنت الضوء الأبدي، أنت الضوء الأبدي. اسمع صوت الرب الآن، ابدأ اسمع صوت الرب، أنت تسمع صوت الرب الآن، اسمع صوت الرب، نعم، اسمع فكر الرب، اسمع موسيقى الرب، واسمع روح الرب، اسمعها، 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 انصت إليها. روح الرب، موسيقى الرب، ذكاء الرب، اسمعه، بناءات من الجمال وبناءات من الإبداع. اسمع موسيقى الرب، اسمعها، 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 اسمعها. هدوء، سلام، أمان، اطمئنان أبدي. هذا هو الضوء، حكمة أبدية، هذا هو الضوء. أنت في حياة الرب الآن وإلى الأبد، تقول أنا في حياة الرب الآن، الآن وإلى الأبد. أنت في حياة الرب الآن، الآن وإلى الأبد. أعلن هذا، أقول أنا في حياة الرب الآن، الآن وإلى الأبد. أنا في حياة الرب الآن، الآن وإلى الأبد. أنا في حياة الرب الآن، الآن وإلى الأبد. أنا صانع الحياة، أنا صانع الحياة، أنا المكون وأنا التكوين، أنا المكون وأنا التكوين. تقول أنا الحياة الأبدية، أنا الحياة الأبدية، أنا الحياة الأبدية. أنت الضوء، أنت الضوء الأبدي، أنت الضوء الأبدي، أنت الضوء الأبدي. ابقى هناك، اشعر هناك أنك هناك،
فقط ابقى هناك وشاهد أكثر هذا الضوء. شاهد جمال هذا الضوء، شاهد عبقرية هذا الضوء. أنت في الأبدية، أنت في الأبدية، أنت تعيش حياة أبدية، أنت تعيش حياة أبدية، أنت تعيش حياة أبدية. ابقى هناك، هناك حقيقتك، هناك أبديتك، هناك حقيقتك الأبدية. ابقى هناك إلى الأبد وتعيش هناك إلى الأبد بحرية أبدية، بذكاء أبدي، بسلام أبدي. أنت هناك تعيش الأبدية، أنت هناك تعيش الأبدية، أنت هناك تعيش الأبدية، أنت هناك ضوء أبدي، أنت هناك ضوء أبدي، أنت الضوء الأبدي، أنت الضوء الأبدي، أنت الضوء الأبدي. أعد من الواحد إلى الخمسة، فقط أبقى هناك. أعد من الواحد إلى الخمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ابقى هناك. ابدأ حرك جسمك، حرك جسمك قليلا، افتح عيونك، فهذه حقيقتنا، نحن الضوء، ما فيه زمن ومسافة. حتى النقطة، عندما تقول نقطة في الكون ونقطتين، يعني أقصر مسافة بين النقطتين هي القوس، فهذا اعتقاد. الكون كله مبني على الاعتقاد. بماذا تعتقد؟ أنت تعيش، وكلما تعيش الخالق أنت تؤسس ظروف عظيمة وحياة عظيمة وفكر عظيم، لأنك أنت تضع أيضا في الاعتقادات التي تؤسسها، أنت تضع أو تكتب قصة في عقل الكون. أنت كاتب مع الكون، كاتب قصص، كاتب حوادث مع الكون. فشاهد نفسك أنت بحرية أبدية، شاهد نفسك أنت تحلق في أعماق الكون، شاهد نفسك أنت الرب، شاهد نفسك أنت الضوء. ما فيه مستحيل في حياتك، المستحيل أتى إلى الإنسان لأنه اعتقد به. والإنسان، تسمعون مثلاً بعض من الفلسفات يقول بداية ونهاية الحضارات، حضارة تقوم على أكتاف حضارة أخرى، هذا أيضاً اعتقاد، اعتقاد بوجود الزمن والمسافة. فالإنسان كتب القصة، كتب القصة بوجود نقطة البداية ونقطة النهاية. أنت اكتب قصة الأبدية، تقلل الزمن، تسافر في أعماق الأكوان، تنتقل من كون إلى كون، هذه حقيقتك. ابني حقائق كونية، غير اعتقاداتك، ابني عقائد كونية، ابني عقائد وأنت الخالق، ابني عقائد وأنت تحلق في أعماق الكون، ابني عقائد وأن فكرك ووعيك باني ظروف عظيمة وحوادث عظيمة. ابني اعتقادات أنك تؤسس
أكوان جديدة. حياتك مبنية على مستوى اعتقاداتك، ظروفك مبنية على مستوى اعتقاداتك. الإنسان اعتقد أنه لا يستطيع أن يمشي على البحر فأصبح هكذا. الإنسان اعتقد بالمحدودية، بالكبر في العمر، بالموت، أصبح هكذا. أنت ارتفع من هذه الاعتقادات المحدودة وعيش اعتقادات الخالق، الخالق المكون، العقل الكوني. اعتقاداته أبدية حول ذاته. أنت أيضا تعيش بطاقات الأبدية، بفكر الأبدية. ابني قصص جديدة في حياتك، ابني حوادث جديدة في حياتك، غير مسير حياتك. نعم، بالاعتقادات، غير اعتقاداتك من المحدود إلى الغير محدود، وقول أنا المكون وأنا التكوين، أنا المنظور، أنا الغير المنظور، أنا أكون مع الرب أكوان عظيمة، أنا أؤسس مع الرب حياة عظيمة. تقول حياتي حياة عظيمة، أنا الضوء الأبدي، أنا الحب الأبدي، أنا السلام الأبدي، أنا الإبداع الأبدي. وانطلق إلى أعماق الأكوان، سافر، سافر إلى حضارات أخرى، سافر إلى حياة الرب، عيش هناك كما عملنا في هذه الجلسة، وهذه الجلسة جدا حقيقية. نحن عشنا حياة الرب، تعرفون؟ هو هذا الرب، الضوء، الأبدية، الجمال، المحبة، الخير. وانتهت هناك كل مفاهيم الزمن، انتهت هناك كل مفاهيم المحدودية، وأنت عشت حرية. أنت تصبح المكون والتكوين، أنت تصبح الحب الأبدي، أنت تصبح الضوء الأبدي، أنت تشارك الخالق في البناء، أنت تشارك الخالق في حياته وفي أفكاره ومشاعره وأحاسيسه. هذه هي حقيقتك، أنت باني مع الرب، أنت باني مع الرب، والبناء أبدي، والحب أبدي، والخير أبدي. أنت كل الأكوان، أنت كل الأشياء، أنت المكون، أنت التكوين، أنت المكون، أنت التكوين، أنت المكون، أنت التكوين. ممكن تشاركوننا كيف كانت رحلتكم؟ إذا شخص منكم يحب أن يشارك كيف كانت هذه الرحلة العظيمة؟ وأعتقد هذه أول تجربة أنتم عشتم فيها حياة الرب، أليس كذلك؟ أستاذ، يا عزيزتي أنت، هو مبدئيا هي أحاسيس جميلة بصراحة. يعني في منها يعني صعب الواحد يوصفه يعني بمجرد كلمات، بس هو عموما في تحرر، في هدوء وسلام. يعني ما فيش يعني أي قيود، لا مشاكل ولا أي حاجة. يعني يعني الواحد بيحس إنه رجع لأصله، رجع للمصدر الحقيقي، منبع الإبداع، منبع الحكمة، منبع كل حاجة إيجابية. والغاية من هذه الجلسة أنك تسافر، لأنه عندك القوة أنك تسافر، والسفر كوني أقصد. صح، فهنا يصبح تغيير في وعيك، يعني جسمك، حتى هذا جسمك يتحول إلى الضوء، ونحن مقبلين على فترات عظيمة من السفر الكوني، لأنه عن طريق الاعتقادات تبنى الحوادث الكونية. المادة، الكون، بني لأن الرب اعتقد به،
فغير اعتقاداتك، أعلن باستمرار، قول أنا الضوء، وشاهد نفسك أنت باستمرار، تشاهد نفسك باستمرار تسافر إلى أكوان أخرى، حضارات أخرى، حتى تسافر إلى طاقات الرب وحياة الرب، تشاركه هناك في الضوء. أنت عندك كل القوة موجودة. هذه القوة، نعم، القوة أمين. أبدية وعظيمة وجميلة ورائعة. أمين. حتى أستاذ في سهولة، يعني في الجلسة كان في سهولة في موضوع الانتقال فعلا، يعني من نقطة لنقطة في الكون. وبيولوجيتك تتغير، جسمك يتغير، كل شيء يتغير في ظروفك الآن في هذه الجلسة، لأنك أنت تنهي، لاحظ، تنهي القيود وتنهي الزمن، وأنت تؤسس، لأن حقيقتك أنت المؤسس وأنت المكون، يغير كل شيء في حياتك. الاعتقاد الكوني، هيك ممكن نسميه الاعتقاد الكوني، تبني وأنت أبدي، تبني وأنت طاقة ضوئية، تبني وأنت فضاءات من الفرص العظيمة، فتنتهي كل القيود، كلها تنتهي، كلها لا تصبح شيء، لأنها هي أساسا القيود، مش أي شيء، مش شيء أو مش أي شيء. القيود بنيت من الاعتقاد بها. القيود يكرر، الزمن، الليل، النهار، نقطتين، تسافر من مكان إلى مكان، لا تستطيع أن تمشي فوق بحر، كله اعتقد به. فأسسنا حياتنا على الاعتقادات المادية. الآن أنت غير هذه الاعتقادات المادية واجعلها اعتقادات كونية، ارتفع إلى الأعلى، اترك الزمن والمسافة، اترك شيء اسمه الماضي، وسافر إلى أعماق الكون، فضاءات من الحرية وفضاءات من الإبداع وفضاءات من الجمال. هذه حقيقتنا، نحن في حقيقتنا، طبيعتنا أننا نسافر سفر كوني، لكن حددنا، لاحظ، فبرك ضدنا، وضعت علينا المادة أو وضع علينا الزمن والمسافة بالاعتقاد، فتزيل هذا الاعتقاد وقول أنا كائن ضوئي، أنا كائن أبدي، أنا قوة ضوئية، تتغير ظروفك. نعم، والتغيير جدا عظيم وجدا رائع، لأنك أنت تصبح الرب المكون والتكوين.